الجديد ديالي هو كما شفتوا خرجنا رموش ديالنا ديال ذا بيرانيز اللي هما رموش ديال لعاب البراني وكوثر البراني، فدرنا انوفو باكاجينغ وان شاء الله باقي الجديد جاي ان شاء الله كنشوفوا اننا نكبروا الماركه اكثر. ميك اب نو ميك اب هو كيكون الواحد داير مكياج مي ما كيبانش بزاف، اللي سميتو ميك اب نو ميك اب كنظن هو اللي الميك اب اللي دارج دابا. ان شاء الله كنفكر انني نقرا التمثيل، فالتمثيل ديما شي حاجه اللي كتعجبني بزاف، فان شاء الله لا صراحه ما كاين والو فهاد الساعه. اغنيه ديما كنت كنقول ليها كوثر يلا نديرو انا وياك شي ديو، مي الفكره كاينه خاص غير اللي يطبقها. محبه الناس هي اول حاجه، انه محبه الناس هي الحاجه اللي ما كتقدرش تشريها، فكنقول اول حاجه هي محبه الناس. ضفت لي بزاف ديال الحوايج، انه وليت كنتعرف على ناس جدادين، ولو عندي علاقات مع الناس، فضفت لي السوشيال ميديا. نقدر نقول خدات مني الحريه ديالي، انه الواحد ما كيبقاش حر، ما كيبقاش ديال راسو، ديما كيبقى منتبه لراسو اكثر من الاول. هادشي شنو خدات. انا كان عندي التزامات، واصلا هاد الناس كنتمنى لهم التوفيق والله يفرحهم ويساعدهم. هادشي شنو غنقول. مزيان انه الواحد يبقى يدير مبادرات بحال هكا، يعاون الناس، يدخل عليهم الفرحه. فمزيان هاد المبادره يبقاو يديروها الفنانين، يبقاو كل مره يعاونوا ان كوبل ولا الناس اللي محتاجين، فجزاهم الله خيرا.